ماجدة الرومي حديث الناس بعد الرسالة يلي وجهتها من دبي. كارلوس عزار بيصرح لإي تاون عن رأيه بظاهرة شراء الفولوورز. جو أشقر بيكشف لإي تاون عن سر أغنيته الجديدة وسبب إجراءه لعملية تجميل. إطلالات النجمات بمهرجان ضيافة والقاهرة السينمائي من نجح ومن أخفق. مساء الخير، عم طلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج إي تاون لنقدم لكم خلالها آخر الأخبار الفنية اللي صارت هالأسبوع عبر صفحة بيروت سيتي على فيسبوك وموقع صوت بيروت انترناشونال، وما تنسوا تتفاعلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتعطونا آرائكم بالحلقة عبر هاشتاج إي تاون. ومنفتتح حلقتنا مع أول خبر وتحديداً مع السيدة ماجدة الرومي يلي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من يوم وصار اسمها ترند بعد حفلة الجماهير الضخم بدبي ويلي غنت خلاله أجمل أغنياتها وافتتحت عبره موسم حفلات دبي ميديا سيتي. منشوف سوا بعد اللقطات. هالحفل ما مر مرور الكرام، فبعيدا عن الغناء الماجدة وجهت كلمة من القلب لكل مغترب لبناني بالإمارات وحققت هالرسالة انتشار كتير كبير بلبنان والعالم العربي. بيسعدني وبيشرفني وبيسعد مجموعة الموسيقيين اللبنانيين اللي معي اليوم أنه نرحب بالإماراتيين والعرب الغاليين الموجودين بيناتنا اليوم، وبنوع خاص ورحب باللبنانية الموجودين هون. والله اشتقنا لكم واشتقنا لكم بيروت. كنت بحب أحملكم معي أخبار طيبة أو عايدكم بعيد الاستقلال، بس أنتو وأنا منعرف أنه لبنان قراره محتل من 75 46 سنة ونحن من محتل للتاني لخاين للتالت، ما بتخلص قصصنا. ونحن منتعرض لأعنف عملية تجويع وتخويف وتهجير وقتل مجاني معنوي ومادي وجسدي تعرض له الشعب دون توقف 46 سنة وبعد ما صمتنا. شو عم نعمل نحن صامدين؟ بقوتنا؟ لا، أكيد لا، بقوت أبنا. رسالة الماجدة أثرت بالفعل بكل لبناني عم بيقطع اليوم بظروف صعبة وعطيت شوية أمل لكتار منا، فكيف علق الناس على اللي قالته وشو رأيهم بالرسائل السياسية والوطنية يلي بتجرب دايما الماجدة توصلها من خلال فنها وصوتها؟ منشوف سوا بهالتقرير. هي دايما بتحكي بالوطنية من زمان وجاية، ولازم كل الفنانين يحكوا بالوطنية، ومش بس هن كمان، يعني لازم الشعب كله بقى انه نبلش نحكي بالوطنية ونبلش نوعها ونحسن هالبلد شوية. ماجد الرومي إنسانة عظيمة وكلامها صح ونحن معها، أكيد إذا ما انتكلنا على مين بدنا ننتكل؟ لأنه عندنا بلبنان أبش في شيء. بالله حكيت منيح، بأيدها أنا ونحن معه وداعمين للست ماجدة. بالنسبة لأنه المغتربين بيقدروا يشيلونا من هيدا اللي نحن فيه بأنه يبعثوا مصاري ويعلونا نوطي قيمة الدولار وبالريسبكت للليرة، بس كمان نحن بدنا نعطي البوش هون وبدنا نوقف وقفتنا بأنه نكون قد لبنان ونرجع نرفع اسم لبنان عالي وكرمال الوضع يزبط والاقتصاد وكل شيء. كمان الست ماجدة الرومي ما كلام ما بيعبر عن قيمتها للبنان، يعني واكيد ما بترفع راس لبنان، راس اللبنانيه. يعني معها حق 100%، اذا بترجعي بالتاريخ شوي لورا انه على مر سنين كان الشعب اللبناني اللي عايش بالاغتراب هو عصب لبنان، يعني هو كان على طول الداعم للشعب اللبناني بكل الازمات، وبعتقد انه لبنان اكثر من هالازمه اللي عايش فيها ما بقى في ازمات، يعني اذا هلا ما الشعب اللي بالاغتراب وقف حده ودعمه ماديا ومعنويا اكيد شيء بيكون كثير مهم اذا الدعم بيكون موجود. هلا هي اللي حكيته انه بعتقد شيء مزبوط، لانه نحن اصلا كلبنانيه لازم نضل واقفين حد بعض، وهلا نحن
وضع شوي صعب، فنحن شوي اصلا اتكلنا كشعب انه صار على المصاري اللي بتجي من برا، فلازم اللبنانيه انه يضلوا على اللي عم بيعملوه اساسا، لانه هن اوريدي الشعب بضل من برا يبعث مصاري، ونحن هيدا اقتصادنا بيعتمد على هالشيء بالاساس، فانه اكيد هالشغله انه لازم تزداد اكثر، واذا شيء انه مثل يجربوا انه مش يضخوا كثير مصاري، بس انه يصير في من ناحيه انه دعم اكثر لهالموضوع من برا. انا برايي انه لوكالي لللبنانيه اتس فيري ديفيكلت عليهم انه هن تو بي ايبل تو جنريت فريش دولار، خاصة بالوضع البلد، يعني عم تشوف البزنسز كتير عم تقفل، ما في حركة مثل قبل، فلهيك أنا بنظري بهيك سيتويشن لازم اللبنانيين المغتربين يكون في كوميتمنت من قبلهم ليساعدوا إخواتهم اللبنانيين اللي هن already present بلبنان. أكيد لبنان عم يمرق بمرحلة صعبة كتير، وإن شاء الله يا رب يعني منشوف تغيرات، من أول شيء التغير لازم needs to come within، يعني لازم تجي من اللبناني himself يغير their mentality towards هن شو بيفكروا نحو القضاة السياسية، كيف بيفكروا هن their mentality towards politics كلها لازم تتغير. Maybe one day this will change to the best. يعني سيدة ماجدة، يعني مع احترامنا لرأيها، أكيد المغتربين كتير أساسيين، خاصة هالفترة عم نقطع فيها الدعم يساعدوا يدعموا، بس الأساس أنه نحن لازم نبلشوا من هون، نسعى أنه المغتربين يرجعوا مش نحن نتكل عليهم، سو التزبيط لازم نبلش من عنا، لازم يعني كل واحد على تيت بيرسونال إذا بلش بفشخة لقدام بعتقد أنه رح نصل لوضع أحسن، نسعى أنه المغتربين ينضموا لإلنا مش نحن نلحقهم لبرا. بتعقد كانت ومعها حق، لازم نتكل على المغتربين، ما قلنا غيرهم، يعني هن سندنا وهن رح يشيلونا من هالورطة نحن فيها. من بعد ما سمعنا أبرز أراء الناس منروح لخبر تاني شغل الوسط الفني والإعلامي، وهو طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجة الفنان حسام حبيب يلي كانت الإعلامية نضال الأحمدية أول من أعلن عنه. أنا مسؤولة عن كلامي، بكرة تجي الأيام مش كتير وبتثبت لكم إذا هذا الطلاق تم مبارح، ويمكن أثبتت خلصت الوراق اليوم، بتعرفوا في إجراءات، بس أنا عندي وثائق. لا كيف عرفت؟ للصحفيين هلأ عم بحكي، ولحتى اللي بحبوا يصيروا صحفيين. فجأة من كل اللي الأخبار اللي انكتبت ما كانت مزبوطة، ما كان لا في طلاق ولا في، يمكن كان في زعل بين زوجين مثل العادة، بس ما كان في طلاق. مبارح حسام حبيب دخل على صفحته محى كل الفيديوهات اللي هاجمني فيهم، ومحى أكتر من هيك، فينا نقول محى الفيديوهات، عدل موقفه مني. رغم كل الأخبار المتداولة عن طلاق شيرين وحسام وانتشار هاشتاغ كلنا شيرين، إلا أنه حتى الساعة ما صدر أي بيان رسمي عن هالموضوع من قبلهم. وتزامناً مع هالخبر تسرب أغنية جديدة لشيرين بعنوان ملكش أمان، قيل أنه بتحكي عن علاقتها وطلاقها من حسام. أنا لوحدي كتير أحسن، معيش ما حد موتني. شيرين وبعد ساعات على انتشار خبر طلاقها اكتفت بنشر بوستر حفلتها وتجاهلت الموضوع يلي تردد انه رح يوصل للمحاكم بسبب الامور المادية العلقة بيناتهم. من جهة تانية تصدرت العاصمة القطرية الدوحة واجهة اهتمام العالم بعد انطلاق مراسم افتتاح النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 بمشاركة 16 منتخب، وهالحدث يلي حضره وجوه سياسية اجتماعية ورياضية عديدة ضم مجموعة من اللوحات والعروض الموسيقية الضخمة، كما قدمت الفنانة العراقية رحمة رياض أكثر من أغنية أبرزها أغنية الكوكب، وأيضا كان للبنان حصته بهالليلة. منشوف سوا بعض اللقطات. بالفعل حدث راقي وضخم وهو فخر لكل عربي،
وهلأ منروح لمقابلة عفوية من قلب الاستوديو مع فنان مثير للجدل، مع كل عمل لإله بيعمل ضجة كبيرة وبصير حديث الناس. ضيفنا اليوم رح يطلع يخبرنا شو عم بحضر وشو عم بخطط، الفنان جو أشقر. أهلا وسهلا فيك عبر إي تاون. ألو، يسعد مساكي، كيفك؟ كيفك جو؟ اشتقتلك. مشتاقين لك كلنا. زينة حبيبة قلبي. جو جريء بالمقابلات مثل ما جريء بأغنياتك؟ مش جريء حقيقي، طبيعي يعني، ما القصة مانا قصة جرأة، قصة إنه أنا بكون مثل ما أنا، بتصرف على طبيعتي وكيف ما بحس حالي لازم أكون، بدون تصنع وبدون وبدون بدون ما تلبس يعني ماسك. ما بشتغل، كل شيء بيطلع مني عفويا يعني. نحن هيك تعودنا عليه. هو جرأة، إذا الناس بيشوفوها جرأة إنه هذا الكاركتر تبعي، هذا أنا، هذا طبعي، عم بكون مثل ما أنا بكل بساطة. نحن تعودنا عليك هيك جو. وكمان آخر أغنية لإلك غنوة حب، كانت فكرة الكليب كمان مختلفة، وطرحت فكرة زواج من ديانة مختلفة، هل ترددت بتقديم هالعمل؟ لا ابدا، لانه هيدي الحاله موجوده بكل المجتمعات وبكل الدول وبكل البلدان وبكل المناطق، وين ما نروح الحاله موجوده. فجربت انا انه من خلال فكره الكليب اني اطرح فكره، انه اطرح موضوع جديد، يمكن ناس بيرفضوه ناس ما بيرفضوه. انا جربت بالفكره اللي عملتها انه اقرب وجهات النظر، انه كل شيء بقدر اني اقرب فيه من اني فرق، مش رح اقصر بهالموضوع هذا. فهيدي هي كانت الفكره، انه تقريب الناس لبعضها، تقريب الثقافات والحضارات لبعضها، الاديان لبعضها، هذا كان فحوى الموضوع. لكن الهدف انه تشجيع زواج مدني او عدم تشجيعه، كان فكره انه تقريب الناس لبعضها وتقريب الحضارات والثقافات والاديان لبعضها. جو مثل ما عرفنا عم بتحضر لاغنيه جديده، بدنا شويه تفاصيل لإي تاون. زينة، هو في 3 أو 4 أغنيات مبدئياً خالصين صاروا، بس الحلو اللي استجد معي على آخر لحظة، ركبت فكرة كتير حلوة من حوالي الأسبوع. بقى هذه الفكرة بعتقد سبقت كل الأغنيات اللي كنت بحضرهم أنه ينزلوا بهالفترة، أنه كل شهرين تنزل أغنية. هالفكرة اللي نزلت من أسبوع برأيي أنا سبقت الأفكار الثلاثة البقوي، فرح تتصدرهم وتنزل الأغنية بعتقد بعد 2 أو 3 أسابيع، يعني قبل فترة أعياد الميلاد ورأس السنة. فبتمنى بتمنى بتمنى إنه الله يوفقني وما يصير في عرقيل، لا أقدر أتأخر، لأنه أغنية ألهمت عليها وحاسس إنه فيها فكرة حلوة ولوني هو الموضوع، لوني أنا وموسيقتها كتير حلوة وقريبة كتير على القلب، يعني تشبهني مثل العادة، إيقاعية مثل أغانيك، فيها إيقاع بس ميالة للإيقاع، إيقاعية أكيد، بس هي فيها شيء من الرومانسية، يعني الأغنية فيها موضوع، فكرة حب حلوة كتير يعني. فيها شيء أفشة هيك أو كلمة بتعمل ضجة، وشو بدك تخبرنا عنها؟ بدي شي سكوب لإي تاون. مع مين تعاونت فيها؟ اسم، أعطيني شي اسم. ما بعرف شو بدي لك، شو معقول يكون سكوب، بس هي الغنية رح أقول لك شو عنوانها. اسم الغنية قلبي دق ألا. حلوة. قلبي دق ألا، بتحاكي وبتدغدغ المشاعر، يعني إنه رح تكون شوي 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 رواق، يعني أروق شوي من الهوجة اللي كنت فيها. أوكي، يلا ناطرينا بفارغ الصبر. جو بعدك مكمل بالغناء بالملهى الخاص اللي بتملكه، أي مطعم رح يقول جو خلص رح وقف غني بمحلات السهر، أو بتعتبر هيدا الشيء ملعبك الخاص؟ أول شيء أنت عم تحكيني وأنا قاعد بهذا المكان اللي عم تحكي عنه اللي هو كاسينو، هيك الباك جراوند، نحن أندر، عم تعمل تظبيطات جديدة ما هيك؟ هلا عم نظبط، لانه صرنا بالفاينل تاتش، هلا ان شاء الله الليله عشيه رح نبتدي، يعني نحن الليله بتكون اول ليله بننطلق فيها زينا من بعد 2 سنين اغلاق ولوك داون وكورونا ومرونا صار لك 2 سنين مسكر. واو، صرنا 2 سنين بعاد عن الناس والناس بعاد عنا، ف لحسن الحظ ثابت انه انت عم تحكيني، وثقبت انه بهالفتره هذه بالليله يعني تحديدا رح نفتح المكان هيدا. فسؤالك رح جاوبك عليه. إيه؟ انا
انا بحب اشتغل بالمكان اللي انا مفصل على قياسي وبني حجره حجره وحاطط روحي واحساسي وفني وموهبتي بكل تفاصيله باصغر تفصيله بهالمكان هيدا، يعني مفصل كل شيء انا بحلم اعمله على ستيج انا وعم بغني عملته بهالمكان هيدا، فما بحس انه في ابعد كثير عن هالاجواء هيدي، في ابعد ما بقول لك لا، بس بحس انه بضل في شيء ناقصني، بضل في شيء بيجذبني لاني ارجع يعني من بعد هالسنتين، اول 3 اشهر واربع اشهر وست اشهر قلت خي بعدت شوي كتر ما كنت تعبان، يعني عم نحكي انه عشرات السنين عم بشتغل وعم بغني وعم بعمل حفلات وعم نستقطب رواد من كل العالم، فلقيت قلت منيح هيك عم برتاح شوي، انما هلا جاي كثير محمس. جو بتحس انه بتعب عمل الليل بس بصير ادمان، يعني هلا فهمت من حديثك انه انت مدمن على هيدا. زينة خليني على يعني هلا تقولي لي يوميا نكون موجود، ما بحس انه هلا بعد اصلا الجو العام ما بيحمل انه الواحد يكون موجود متواجد بشكل يومي وبتواصل يومي، عم نحكي انه ويك اند جمعه سبت انه احيانا يمكن نغيب شوي ونرجع شوي، بس انه هذا الجو بحب ضلني انا هاي الهارمون اللي بحب ضلها موجوده. جو تقريبا من شهر نشرت صوره لإلك من جلسه تصوير جديده وعملت هالصوره ضجه كبيره، كيف شفت الموضوع؟ هل زعجك انه تعرضت لانتقادات او انت تقصدت؟ عملت انه كافي لوك حلو مهضوم وقتها، كانت اللي عم بتلبسني اسمها جوني ماتاي، لازم تكوني بتعرفيها شطوره كثير وبحبها كثير، انا ارتقت انه البس تلبسني بهالستيل اللبس هيدا اللوك هيدا. بس انت جريء، يعني انت يعني من جوا بتكون جريء، تقبلت هيدي الفكره اللوك الجديد؟ حبيتها زينة، لو ما حبيت اللوك هذا ما كنت عملته، انا حبيت. هلا في ناس حبت، ناس ما حبت، يعني بالاخر ما فيك ترضي كل العالم، ناس رح يحبوا ناس ما رح يحبوا، بس انا ما لقيتها زعجتني، مشان هيك صورت فيها هاللبس، صورت فيه يعني ما كان عندي مشكله ابدا. جو بعيدا عن الغناء، اليوم كلنا عم نمر بظروف صعبه بلبنان، هل فكرت تاخذ عيلتك وتفل من لبنان؟ لا لبنان، نحن معروفين بلبنان دائما مطبات. هلا نحن بايامنا هيدي اللي عشناها من وقت لوعينا مؤخرا، ما مرق علينا هيك ازمات، الله يخلينا الدايرين شؤون البلد ويطولنا بعمر هيك التمرين لبلدنا. بقى بعتقد انه مرحله وبدها تمرق، يعني لبنان ياما مرق بمطبات وشعبنا مكتوب له انه يضل يتعذب وينقهر ويتعب ويتهجر بهالبلاد يقدر يلاقي مستقبله ولقمه عيشه، انما انا لا بالصراحه ما فكرت اني اطلع لبرا هاجر او اخذ عائلتي لبرا. ما بقول لك انه ما بخفي عنك اني عم فكر اكيد وعم اشتغل جديا انه اعمل مشاريع برات لبنان، لانه انا من الناس الكثير قليل بلبنان اللي نجحوا بلبنان وما آمنوا إلا بلبنان، وضليتني بلبنان ولآخر لحظة رفضت إني أعمل شيء برات لبنان، إنما هاللحظة بحس إنه صار بحاجة، صار في نيد إنه حط إجر شوي برا، بس تنخلق شوية تواصل بين الناس اللي أول شيء لبعاد عنا برا وبيننا نحن، وبعدين شوي لأنه تعرف الظرف يعني. فقرة مع أو ضد؟ هيدي الفقرة رح نطرح عليك مجموعة من الأسئلة وبدك تجاوب فيها بصراحة مثل ما تعودنا عليك. أوكي؟ يا. مع أو ضد تسكير البلد من جديد؟ إذا حالات كورونا بترجع بتفوع بشكل عشوائي أكيد مع التسكير، إنما بعد الأعياد. مع أو ضد المساكنة؟ أنا بفضل لا. مع أو ضد خضوع الرجل لعملية تجميل؟ مش غلط، انا عامل مخاري عامله 7 مرات سبع مرات ما عجبني ضليتني اشتغل فيه لزبط بالاخر، ماني ضد. لا مع او ضد استقاله رئيس الجمهوريه؟ ما مش حيفيد بشيء اذا استقال، لو استقال وبفيد بشيء وبحسن بشيء كنت معه، بس كونه ما حيقدم ولا الاستقاله ما حتقدم ولا حتاخر، رح يضل وضع على حاله، ما لها طعم الاستقاله. مع او ضد فكرة دخول أولادك لمجال الفن، يعني بحال كان عندهم الموهبة؟
إذا عندهم الموهبة مع إنه ينموا الموهبة، بس ما بحبز ولا بحمس إنه ياخدوها اختصاص واحتراف. مع أو ضد دخولك لمجال التمثيل؟ بشروط معينة، إذا في شيء بيعجبني وبيتناسب مع شخصيتي مع كاركتري مع هذا، ما إنما إذا في شيء ما بيغريني أكيد ضد. مع أو ضد دخولك لتيك توك؟ ما يعني ما قلت تعمل فيديو قريبا جدا. ايه اكيد. اف شي جديد. هيدا حلوة. ايه خلص، ما هلا عم فتنا على الموجة يعني... على موجة تيك توك ركبنا على الموجة اذا بدك. جو بدي اقول لك جود لك، وجود لك لليلة كمان بمحلك، وبدي اتشكرك كثير على هالانترفيو واتمنى لك كل التوفيق، وناطرين الاعمال الجديدة. وهلا بنكمل حلقتنا مع فقرة واتس جوين اون وابرز الاخبار الفنية يلي حققت انتشار كثير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. بأول لقاء لها بعد شفائها، طلت الممثلة المصرية ياسمين قبلت النجمة رحمة رياض أحد معجبينا اللي شارك الغناء على كرسي متحرك. مرة جديدة أثرت زينب فياض ابنة النجمة هيفا وهبي جدل كبير بعد غناء أغنية ست البنات لوالدتها والقيام بنفس حركاتها وتعابيرها. بحفاوة كبيرة استقبلت الممثلة المصرية يسرى النجم وائل كفوري بعد وصوله للمشاركة بحفل بالقاهرة للإعلان عن التعاون بين المصمم اللبناني إلي صعب وشركة أعمار. كالعادة وبصراحتها المعتادة وجهت الفنانة السورية أصالة نصري ثلاث رسائل لكل من أزواجها الثلاثة، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج خبر سري عبر قناة القاهرة والناس. أثر الفنان السعودي محمد عبده جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقفين، الأول احتضن أصالة أمام زوجها، أما الثاني فكان رأسه مثل مايكل جاكسون. بأسى وحسن كبير ودع العالم المصمم فريغيل أبلو المدير الإبداعي لدى الأزياء الرجالية في لوي فيتون ومؤسس علامة أوف وايت عن عمر 41 سنة بعد صراع مع مرض السرطان. نالت إطلالة النجمة مايا دياب أصداء كبيرة بعد ما طلبت بفستان أسود من توقيع المصمم جون لوي سابجي خلال الحفلة الأخير بتركيا. مع هالأخبار منروح للقاء من نوع آخر مع مصممة الأزياء والستايلست نادين زعني يلي تعاملت مع أهم الأسماء الفنية، ورح نقيم مع آخر إطلالات النجوم بمهرجان ضيافة يلي شهدته دبي ومهرجان القاهرة، فمين أخفق ومين نجح؟ منتابع سوا هالتقرير للزميلة دولي عاصي. بكل صراحة كان في كتير فرق، يعني مهرجان ضيافة كان أحلى بكتير، كان عصري أكتر، وكان في أغلاط أقل بكتير من مهرجان القاهرة السينمائي. يسرى كانت لابسة للديزاين الرامي قاضي، الفستان حلو بس مش لقلها بصراحة، كانت مبينة أنصح وأدخن من ما هي عادة. بعتقد الغلطة كانت إنه الموديل بيوقف على نص الخصر ومن تحت كتير معرضة. الشعر والميك اب ناجح بس عامة الإطلالة كان فيها تكون أحسن. منى زكي لابسة فستان حلو لون الأميرالد جرين، حلو كتير لايق عليها. هلا الترين اللي بالفستان منا دارجه بصراحه، الديتيل الجليتر على فتحه الاجرين حلوه، اطلاله عامه ناجحه وحلوه. تارا عماد لابسه توكسيدو جامب سوت لنيكولا جبران، اول شيء بحيها على خيارها العصري والمختلف كليا عن كل نجمات الدول العربيه على الريد كاربت.
الإطلالة ناجحة عامة وحلوة. عندي ملاحظة صغيرة إنه هي كتير طويلة ومداها كتير طويل من الخصر للرقبة، فأنا بنظري لو كان الخصر أعلى كان البروبورشن أنجح، بس أكيد الإطلالة عامة كتير حلوة. ريا أبي راشد لبسة فستان من زهير مراد تنسيق سيدريك حداد، هن اثنين أصحابي شدة مجروحة، بس بكل تجرد اللوك كتير كتير ناجح. فستان very glamorous, very old Hollywood. اللون الجيتان الرويال كتير حلو، شعرها الناعم الفرق على النص مع الحمرة perfect، اطلالة كتير ناجحة. درة رزو لبسة لزهير مراد فستان بصراحة هو منه عاطل بس منصحة، طالعة عريضة من فوق، كان فيها تلبس شيء يليق فيها أكتر، وكان مكياجها وشعرها كتير كتير سامبل. لو عملت مثلا لوك شعر ويفي حمرة حمرة بارزة أكتر كان طلعت جلامورس أكتر، فالإطلالة صراحة نص نص. ليلى علوي اللوك تبعها جدا ناجح بمهرجان القاهرة، خاصة مقارنة مع اللوك اللي لبسته بضيافة، يعني فرق من الصفر للعشرة. إطلالة ليلى علوي بضيافة ما كانت ناجحة كتير صراحة، الموديل كتير قديم وكتير منشاف ومش كتير حلو، واللون كمان منه جديد مانا كتير ناجحة. نسليهان أتاغول كتير حلو اللوك تبعها، ريترو شوي كمان، حلو انه مختلفة عن باقي اللوك الكوتور الكلاسيك على الريد كاربت. الهيد باند على شعرها كتير حلوة كوتور، بس نفس الوقت فيها شيء جديد، مكياجها حلو، لا طالعة كتير حلوة، اطلالتها موفقة. لوجين عمران بضيافة ما أخذت ريسك أبداً، لبست فستان حلو منه جديد الموديل، ما فينا نقول إنه فيه شيء مميز، بس كتير لبقلة. هلأ ملاحظتي الوحيدة يمكن إنه اللون كتير فائع لموسم الشتاء، كنا فضلنا لون مناسب أكتر للموسم. ديما أسدي لبسة فستان لرامي قاضي، لبقلة الفستان وحلو والكمام دراماتيك حلوين. هلأ ملاحظة صغيرة يمكن لأنه بالتحديد رامي قاضي معودنا على تطريز منه هالقد تقليدي، افانغارد اكتر، متطور اكتر، بس عامة الاطلالة حلوة. كارين وازن لبسة فستان فالنتينو كتير كوتور كتير برنسس كتير حلو، اكيد اللون كتير مناسب لانه لو كان غير لون ما كان طلع حلو. شعرها ومكياجها كتير حلو، لبق لعمرها طبعا، فالاطلالة ناجحة. دينا الشربيني بكل صراحة الفستان منه بشع، بس هو فستان إذا بدك سهرة مش ريد كاربت بنظري، كتير منشاف ومنه جديد وما بيلفت، فمن هالناحية بقول الإطلالة كان فيها تكون أنجح لإلها. وهلأ وصلنا لختام حلقتنا، والختام رح يكون مسك مع نجم لبناني منفتخر فيه برصيده سلسلة من الأعمال الناجحة والأدوار يلي تميز فيها وانطبعت بأذهان الناس، فاميليا، باب إدريس، عصر الحريم، وين كنتي، ثورة الفلاحين، حادث قلب، لا حكم عليه، لغز الأقوياء، وغيرهم الكتير. ضيفنا اليوم عبر تقنية زوم هو الممثل كارلوس عزار المتواجد حاليا خارج لبنان. كارلوس أهلا وسهلا فيك عبر إي تاون على بيروت سيتي وصوت بيروت انترناشنال، نحن كتير سعيدين أنك ضيفنا اليوم. Thank you زينة، ميرسي، أنا كمان سعيد بهاللقاء إن شاء الله. كارلوس بدنا نقول لك ألف مبروك انطلاق مسلسل لغز الأقوياء يلي عم بتطل فيه حاليا، وعم نشوفك بشخصية مختلفة. كيف ملاقى الأصداء وشو بتخبرنا عن هيدا العمل؟ ممتاز، الأصداء ممتازة، يعني لكل العالم عم يشوفوه هلأ عم ينعرض على شاشة بي ان دراما، يعني عمل أنا بالنسبة لإلي مثل ما بركز دايما انه يكونوا الادوار اللي بيشتغلها ما تشبه بعضها ابدا، ويكون كل دور عم يخلق لي تحدي جديد. بتنوع بكل دور بتعمله، مجبور والله، يعني أكيد. بتصير شغله يعني بعيده شوي عن التمثيل، يعني بتصير بس تسميع. فبلغز الاقوياء في جانب اخر يمكن بعد منه مبين عندي، اللي هو جانب القتال، يعني الجانب العسكري. هذا الشيء اشتغلت عليه كثير كرملته يطلع صادق، لانه اليوم دائما يعني كل وظيفه بتاخديها، يعني كل دور بيعطوك اياه انت بوظيفه معينه مفروض تكوني عم تتقني هالوظيفه، اكيد، لانه في ناس عم تحضر بتفهم بهذا الشيء، يعني ما بدنا نضحكهم علينا، يعني بالعكس بدنا
خاصه انه نحن هلا يعني بهذا المسلسل في تحيه لقوى الامن الداخلي يعني، وبالتحديد لفرقه التدخل الخاصه يعني الفرقه الخاصه، بدنا نحترم هذا الشيء يعني. كارلوس لغز الأقوياء غير المعادلة، صرنا بطل لبناني وبطلة سورية. هون أكيد بدنا نذكر ريم نصر الدين يلي عم تلعب دور البطولة إلى جنبك. بعرف أنك ما بتحب كفنان تحكي بمبدأ الجنسيات، ولكن ما فينا ما نضوي على هالموضوع، أنت شو رأيك؟ لأقول لك شغلة، مش بس ما يعني مش فكرة أنه واحد ما بيحب يحكي بالجنسيات، يعني اليوم ما بفتكر بولا شيء بالعالم بينعمل كاستنج حسب الجنسية أصلا يعني. أكيد هيدي خبريت أنه نحن بدنا بطل من هالجنسية وبطل من هالجنسية، هيدي بتتعارض كليا مع مبدأ شيء اسمه كاستنج. ونحن بنعرف أنه الأعمال السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية بالدرجة الأولى قائمة على مبدأ الكاستنج. سو أنت بتعملي كاستنج حسب الكاباسيتي تبع الشخص قدي ممكن يكون بيلبق للدور، مش حسب جنسيته بينحط على أساسه. أكيد. بس استل انه هذا الشيء هلا بالوقت الحاضر سائد، منشان هيك بينحكى دائما بهذا الموضوع. بس انا شخصيا ما بحبه، انا موجود بهذا العمل لانه انا بلبق لهالدور، ريم موجوده بهذا العمل لانه ريم بتلبق لهالدور، والى اخره. هذا الشيء لازم ينطبق على كل الاعمال، اما نعمل كاستنج نحن حسب جنسيه هذا مش موجود بلا مطرح يعني. طيب كارلوس، عم نشوفك مؤخرا صرت ناشط اكثر على السوشيال ميديا، وحتى عم تشارك وتتواجد بمناسبات اجتماعيه. مش كثير بعدني لهلا اوقات بغيب عن الوعي فتره هيك بعمل كوم وبصير بتلفين بس هذا بهيك شيء صاير معي، لانه ما معودين عليك هالقد ناشط يعني. ما لأقول لك ليه يعني، السوشيال ميديا لا شك انه مهمة كثير، بس بدنا نضل ذاكرين انه في جزء منا وهم، سوري انه عم اقول هذا الشيء، بس أكيد. نضل ذاكرين كثير منيح، ايه وخاصة انه اليوم يعني ابعد عنا يعني اذا بدك كأس شراء الفولورز، هذا شيء عم نشوفه بشكل عم نشوفه بشكل فظيع يعني. ايه بتطلع يعني مثلا تنين 120 ألف الأربع 780 هيدا إذا مش مليون هيدي مش بس إذا مش مليون، هيدي إذا بعد ما دققت بجنسيات المشاركين بهالصفحة. لا إذا ما دققت باللايكات والكومنتس بيكونوا أسامي مجتمعين فيهم. للأسف إنه في بعض المطارح يعني صاروا بيتعاطوا مع الفنان على أساس كم فولور عنده. كم فولور يا جماعة، سوري بس فهمانين الخبريه كثير غلط، اذا يعني اذا نبلش هيك يعني نحن امام مشكل عويص، والاعوص من هيك لما يبلشوا ينطرحوا هال اللي بيسمون شو بيسمون؟ ايه الانفلونسر تبع السوشيال ميديا الانفلونسرز فجاه بتصير تشوفي انفلونسر عم يمثل مسلسل او فيلم سينما، وهونيك التباديع، عرفتي؟ تباديع ابو شقره يعني. كارلوس بتصير شيء مش منيح هو يعني، نحن بنضل نقاتل على هذا الشيء، والا يعني خيي سكروا مع هذا الفنون واعملوا له ملحق على الانستغرام مش اهون. كارلوس انت خارج لبنان لك فتره، واضح انك عم تتكتم على تفاصيل هالسفره، هل عم بتحضر لعمل جديد؟ انا خارج لبنان. اوكي طيب ما كثير فينا نعطي تفاصيل. طيب خبرنا، عم بتحضر لشيء جديد او ما بدك تصرح عن هذا الموضوع؟ لا عم نحضر ان شاء الله باذن الله عم نحضر لشيء جديد. عمل سينمائي درامي عمل طيب خلينا نغير الموضوع يعني ايه لا مش عادي، مش قصه تغيير موضوع، بس انه في اشياء نحن مضطرين نلتزم فيها. أكيد بفهمك. كارلوس وجهت مؤخرا رسالة معايدة للسيدة فيروز بصوتك، واخترت تعيدها بأغنية من أغنياتها، وواضح أنه ناس بتحبك بس تغني، في مشروع ترجع تقدم أعمال غنائية؟ وفي ناس لا كمان، يعني في ناس بتحب في ناس ما بتحب، مش ضروري يعني كمان هي ما حدا، مش ضروري كل الناس يجتمعوا على رأي معين، بس في كتير ناس أنا بعرف بتحبك بس تغني. أنا اخترت يعني على عيد ميلاد السيدة فيروز، يعني ما عرفت شو بدي أقولها صراحة، لأن شو بينقال للسيدة فيروز، وهي من الأشخاص يلي وقت أنا كنت عم بدرس بالكونسرفاتوار أول أغاني تعلمتها هي أغاني للست فيروز، فحبيت هيك بس إنه وجه مثل معايدة، مش لسوق حالي كمغني يعني، أكيد بس نسوق حالي كمغني برجع بنزل فيديو كليبات تبعي، مش هون الفكرة.
مثال التقدير منك. 100% 100%. ان شاء الله ان شاء الله اكون يعني ان شاء الله اكون هيك، ان شاء الله تكون سمعتها، ان شاء الله تكون حبتها. كارلوس رح نطرح عليك مجموعة من الأسئلة السريعة وبدك تجاوب عليها بكلمة. رح تترشح للانتخابات أو رح تصوت؟ ما هو يعني إذا بعد في كم واحد بيحبوني إذا ترشحت للانتخابات حيبطلوا. طيب، راجع على لبنان أو مهاجر وما عم بتقول؟ لا لا، راجع مش مهاجر، أنا ماني مهاجر. أوكي. أنا برا لضرورات عمل. راضي على الأعمال، على كل الأعمال يلي قدمتها؟ أكيد. إيه أو لا؟ لا. شي مرة لعبت دور ما كتير مقتنع فيه بس لعبته لأسباب مادية؟ أكيد لا. كانت بتفضل يتم عرض مسلسلك الجديد لغز الأقوياء على محطة محلية؟ رح يرجع ينعرض، يعني هي مش المحطة الوحيدة اللي رح تعرضه البيان، يعني العرض الأول هو للدراما بس بعد في عروضات عربية ومحلية لاحقا. كارلوس، دراما محلية أو مشتركة؟ بكلمة. بهاي شيء وهاي شيء. ناوي طيب. إيه لاثنين يعني. إيه لاثنين. ناوي ضل الأعزب الأشهر بالوسط الفني؟ هذا السؤال أنت عم تسألي ولا أمي؟ لا، عم خبرك من أمي وراء هذا. المعجبات. انا حاسس اني وراه هذا السؤال مش مرتاح له. جاوب ناوي امك ترتاح هلا. ما هو امي بتقول لي نفس الشيء كمان، جاوب يعني نفس الاسلوب عم تعتبروه، يعني خايف شي مره التقى فيك عيط لك ماما صرت. يعني رح ناوي الضل، انا فهمت، خلص ناوي الضل. لا، هي مش قصه ناوي او مش ناوي، هذه شغله مش انت بتقرريها، يعني هذه الشغله انت اذا بدك بتفرج استعداد عليها، بس الفكرة يعني نصيب. ما فيك انت توقتيها، نصيب 100% نصيب، مش انت بتوقتي. في غرام كارلوس؟ عم يقطش الخط. هيدك صبايا كونكشن طبعا. الصبايا عم بيسألوني، يعني انا ما خصني ولا امك. كونكشن طبعاً هون مش منيح. طب خلص ما تروح. كونكشن عاطلة. طيب يلا بالإذن. بنكون وصلنا مع هالسؤال لنهاية المقابلة معك. أنا كتير انبسطت بالحديث معك، بدي أتشكرك وأتمنى لك كل النجاح بأعمالك وحياتك. ميرسي لك زينة، ثانك يو على المقابلة. ميرسي لك كارلوس، مهضومة كتير، وللإس بي آي كمان، لإيتاون. ميرسي كتير كارلوس. وهيك متابعينا بتكون خلصت حلقتنا. أنا بشوفكن الأسبوع الجاي. باي باي.